مرحبا لكل مشاهدي ام تي في، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 56 متابعين معكم عبر شاشه الام تي في، وتحديدا من فقره كتاب نستضيف الكتاب يلي مشاركين به هالمعرض للسنه. اليوم معنا ضيفين، رح نبلش مع ضيفتنا ميرنا خليل ورديني، وكتابها بيحمل عنوان فلسفه انثى، وهيدا اول كتاب لها. لها كتابات عديدة بعدة صحف محلية وعربية من البلد والمستقبل. أما ضيفنا الثاني لليوم فهو البروفيسور إلياس موريس معلوف، هو من مواليد زحلة 1945، أتم دروسه الثانوية بمدرسة الحكمة ببيروت، وهو أستاذ بكلية طب الأسنان جامعة القديس يوسف، ونقيب أطباء الأسنان بلبنان من سنة 1994 لل 91 و 2003 لل 2006، وأيضا الأمين العام لاتحاد منظمات أطباء الأسنان العرب، وهو صاحب أول اختراعين لبنانيين بطب الأسنان معترف فيه دوليا، وايضا له مئات المحاضرات والمنشورات العلميه بلبنان والعالم، وهو ايضا مؤسس ومدير برنامج الدراسات العليا في المعالجه اللبيه، وايضا حائز على الوسام الصحي اللبناني عام 1994، وعلى وسام الارز الوطني من رتبه الضابط عام 2007، وايضا على ميداليه الشرف من جامعه القديس يوسف ببيروت عام 2010. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. رح نبلش من عند ميرنا. ميرنا مرعوبة وكتير خايفة، ومن أول ما وصلنا وهي بتقول لي أنا بخاف من الكاميرا، وأول مرة بطلع على الكاميرا. كيف وضعك هلا؟ لا سيبيان، منيحة. سبا سبا. ميرنا، كتابك بيحمل عنوان فلسفة أنثى، وهيدا الكتاب رح يتم توقيعه بكرة أول شيء، وخلينا نقول إنه كتاب ميرنا صادر عن دار الفارابي، أي ساعة رح يصير التوقيع؟ بكرة التوقيع رح يكون من الأربعة للستة بجناح دار الفارابي، وهلا هو قائم المعرض، بلش من 3 وبيخلص ب 16 شهر. يعني حتى الاشخاص يلي ما راح يلحقوا كتاب ميرنا يكونوا على التوقيع بكره، بضل فيهم يحصلوا على الكتاب لاخر المعرض، واكيد بكل المكتبات. ليش فلسفه انثى يا ميرنا؟ اخترت هالتسميه اولا انه الانثى ما وقفلت لبك هالزرجة. ولا يهمك. ليش عندك فلسفة أنثى؟ ليش عم تحكي عن الأنثى؟ هي مخلوقة عجيبة لكثير من الفلاسفة الكبار، وما زالت حتى اليوم شغل الشاغل للرجل. حبيت عم بسعى لحررها من الجهل، وأكيد يلي ما عنده إلمام بالفلسفة مستحيل يكتب فلسفة، لأنه هو عالم بحد ذاته، في ما بينحصر على مواضيع معينة، على عدة مواضيع. الفلسفة هي ممارسة كل يوم، بس ما حدا بيشوفها إلا المتعمق فيها. الفلسفة هي علم العلم، علم الأخلاق، علم الجمال، علم الإبداع. كيف إذا كنا عم نحكي عن أنثى؟ ما هي بكون العمق أكيد أكتر. أكيد أكتر. أكيد. دكتور أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. كتابك مختلف عن كتابة لميرنا، عنوانه الأباء اليسوعيين من الإيمان إلى المعرفة. أول شيء ليش هالكتاب حبيت اخترت هالموضوع بالذات، ومن هم الأباء اليسوعيون؟ هو تساؤلات، يعني وقت الواحد يعيش مع ناس حوالي 50 سنة كطالب وكأستاذ، كان في كتير تساؤلات إنه مين إني الأبهبان الأفاضل بثيابهم الكبكية السوداء، شو اللي عملوا، شو كان في اشياء كثيره خلال حياتي الجامعيه املؤ علي وما قدرت افهمها، حاولت افهمها من خلال هالكتاب هيدي. من ناحيه ثانيه بتقولي كتابي مختلف عن كتابها كثير، لا مش مختلف كثير عن كتابها، لانه في حيز مهم كثير في عندي شابيتر خاص اسمه لا للنساء في الرهبانية اليسوعية. كنت حاسألك عنه هيدا المقطع. وليش؟ يعني في كمان نوع من هيدا. الرهبانية اليسوعيين الرهبانية اليسوعية هي استثنت المرأة من الرهبانية منذ سنة العام 1540، سنة إنشاء الرهبانية اليسوعية. والآباء الأوائل بريم باترس، خاصة القديس إغناطس ديولا يلي هو كان الرئيس الأول للرهبانية اليسوعية، حط
عائق قدام المرأة، وبالقوانين التأسيسية بالقاعدة 12 شابه ما بين المرأة والشيطان، إنه المرأة يمكن كانت تصرفنا على العبادة عن العبادة، وهيدا استثنوا المرأة كليا. نعم. اليوم هيدا يعني خطأ عائد، حتى نحكي الأمور نحطها بالمثال الطبيعي، الخطأ عائد إقصاء نصف الجنس البشري عن مواقع الكنيسة والربانية اليسوعية. أنا بدي أسأل، هل إنه الرجال له حق بخلاص نفسه والمرأة ما له حق بخلاص نفسها؟ وصلوا لسنة 1994 بالاجتماع 32 للمباني اليسوعيين، قالوا عملوا ميا كولبا، خطيئة عظيمة، وقالوا انه نحن اعترفوا انه هن اهانوا النساء. نعم. ولكن منذ 16 سنه لليوم شو اللي تغير بالكنيسه الكاثوليكيه؟ رح نشوف بعد شوي شو اللي تغير بالكنيسه الكاثوليكيه، لكن بالاطار ذاته بدي انتقل لعند ميرنا. في قسم من كتابك حكيتي فيه عن الشؤون الانثويه. نعم. انثويه، طالما عم نحكي بالاطار ذاته، على شو طرقتي تحديدا؟ طرقت تحديدا انه في قضايا حقوقيه وقانونيه عم تنسف اعمال المراه، ولهلأ بعدها تحت مجتمع ذكوري، مع العلم أنه المرأة صارت بتشكل أكثر من نصف المجتمع لليوم، ولحتى اليوم ما حدا طالب بالاتفاقية الدولية بالمادة 7 سنة 1979 بالمساواة بين المرأة والرجل بصنع القرار. لا هيك يعني شو بدك انت، شو عم بتطالبي ميرنا؟ شو بدك من المساواة بين المرأة والرجل؟ الكوتا مثلا، المرأة والرجل، ايه الكوتا. نحن هون بلبنان في عنا 5 مقاعد موروثين عن رجالهم. نعم. ما في عنا ناس جديدة، عطول موروثين. ليش هذا التلف؟ هلأ الجيل الجديد بعد بيقدر ينورنا أكتر، بدنا شيء نضيف، شيء بيور طالع، يعني بعدنا عدقة لورا بيطلعوا بيأخذوا وما عم بيعملوا شيء. حق عمين الحق علينا؟ لا مش حق علينا، أكيد نحن حق عينون الدولة، لأنه ما بيعملوا في شيء تحسين لقدام. منقول بس ما في حضارة بلا المرأة، بس إذا المرأة يعني بالجهة ما كانت انترستد، يعني من قديم بعضهم قاعدين وناطرين، صارت تيتر لهم هي مرت فلان، النايب فلان، ما بدنا نذكر مع التحفظ دون تسميات. مشان هيك لازم يكون في حق ومساواة بتشريعها بالبرلمان، لأنه المرأة منغيج بيساعد لترتيب بالأجواب، وبتصور هي عامل أساسي بالمجتمع، دون امرأة لا استمرارية في الحياة. شو اللي معقول تضيفه المرأة بالبرلمان زيادة عن ما بيضيفه الرجل برأيك أنت؟ لا كمان المرأة إذا بدك بلبنان عاشت أزمات حادة وصعبة، شبعت يعني تشربت كأس الحروب وكل شيء، يمكن هالشيء باللا شعور بينقلها لحالة الوعي أكثر، لحالة الإدراك. مع احترامي للرجل، أنا بشوف من أنا المرأة يمكن رايقة أكتر، يمكن تقدر تحط تنجح أكتر، مشان هيك أنا مع تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية. على كل حال في كتير مواضيع وقوانين تتعلق بالمرأة بعد لازم يتم إقرارها، وكتير مواضيع بتعلق بالعائلة وبالجنسية مزبوط. وبالجنس وإلى ما هنالك، يعني الرجل حاصر أدواره وما زال حتى اليوم، يعني بنستسلم فيه 20% من النساء يلي إلهم مشنا معهم، والباقي وينهم؟ متلوفين، منهم قالوا التوليد هني. لا أبدا، هذا مش شرع بحق المرأة، مع انه حتى الولاده هي من اعظم الاشياء، ما شيء بس الاشياء اللي بتقدر بس المراه بس تقوم فيها، تحقق رغباتها من خلال ذاتها. نعم. دكتور، نرجع على كتابك، كنت عم بتقلي انه في اشياء بالقبل لحديث اليوم بخصوص المراه ما تنفذت، اليوم شو صار في تغيير؟ البابا يوحنا بولس الثاني اجى تعديلات انه حكيوا عن أوضاع المرأة بالكنيسة والمجتمع، وحاولوا أنه يطوروا حقوق المرأة أو يعطوها مراكز، بس بالفعل ما صار شيء. البابا الحالي بالنوساز كمان عمل شيء ذاته، المستشار تبعه تشو باتوني حكي أنه في إشياء اللي قالوا سنة 2008 الأب جيمينجر يلي هو مدير إذاعة راديو راديكان باللغة الألمانية، هو أب يسوعي، قال بتأمل أنه شوف يوما ما انتخاب البابا مثل ما بنعرف فيه من 120 كاردينال، شوف البابا عم ينتخب من 60 مرأة و60 رجل، مع انه هيدا بعيد المنال وشغله مش معقوله تصير لحديت هلا. انا بقول انه
مثل ما قالت منزل انه عم تحكي بكوتا. انا بمجرد احكي بكوتا يعني معناتها عم ناقص من حقوق المرأة. صحيح. يعني عم بعطيها كوتا صغيرة لأرضية. انا مجتمع ذكوري زحلاوي يعني مع انه امي كانت طبيبة اطفال وتخرجت سنة 1940. نعم. دكتورة أنطونيت معلوف امي كانت رئيسة لجنة الأمهات، كانت معروفة بالعمل النقابي والعمل الاجتماعي والنضال الاجتماعي. أنا بقول إنه حقوق وصدقيني يمكن ما كنت مرتي عم تتفرج على التلفزيون هلا وعم تضحك عم بتقول شو صاير نصير المرأة على التلفزيون. لا أنا بمجتمع ظاهر بمجتمع ذكوري 100% بقول إنه حلنا بقى كمان إنه نجي نعطي المرأة قسم من حقوقها ونرجع نعيدها إلى مركز الصدارة. لأنه مثل ما كان يقول نابليون المرأة يلي بتهز السرية بيمينها تقدر تهز العالم بيسارها. نعم. على كل حال حتى أعطاء يوم عالمي للمرأة هو تنقيص من حقها لأنه عطشوها نهار من ضمن هال 365 بس في بداية بدي أضيف شيء على المرأة أنه ليه بدهم يكون في عالم لكونداليزا رايس؟ ليه لا تسيبني ليفني؟ ليه هن بس بده يكون عندهم قادة عليا عندهم ونحن ما متلوفين؟ مع العلم أنه يعني شو بدي أقول الجينات؟ لا العربي يعني العربي عنده ذكاء منه هني مبلوكاش عنده بعد بتحتل مراتب ايه الشعب العربي بي 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 يعني بيتميز بذكائه بحدة ذكائه بعد أكتر من الأوروبي مع احترامي للأوروبيين. ليه بده يكون في هيدا الشيء؟ يعني هيدا يعني موضوع كتير مهم يعني هذا ببلش من المجتمع وبيكمل على القوانين إذا فينا نقول. دكتور عنوان الفصل الخامس مثل ما قلنا لا للنساء في الرهبنة اليسوعية، وكمان في مطرح بتقول هالرهبنة هل هي رهبنة دينية أم سرية؟ سرية عسكرية. سرية عسكرية أكيد. ليش شبهتها بسرية عسكرية؟ سرية عسكرية شأنها شبهتها في كتار شبهوها بسرية عسكرية. إذا بناخذ بدايات القديس أغناطوس من الأول كان رجل عسكري كان بالجيش الإسباني وقاتل ببامبلونون وبعدين هالقتال هيدا كان قمع الثورة في مقاطعة مخيرة بإسبانيا. في سرامي في أساوي يعني كان جاك سيجلا كان يعمل الحملات الانتخابية تبع رئيس ميتران وتبع ليونيل جوسبان كان يقول كانوا يرعبوني. الفيلم أنتراسيت اللي طلع سنة 1980 عن أحد المدارس اليسوعية بالأرياف الفرنسية كان في أشياء مرعبة تصير. حتى ألفا ديتشكوك اللي كان تلميذ اليسوعيين كان يقول في شغلتين بتخوفني بالعالم القصاص الجسدي ورهبان اليسوعيين. أنا بعتقد كمان في نوع من المبالغة في نوع من الصرامة اللي أنا لمسته، ولكن نوع من الصرامة كان يترجم أيضا إلى نوع من الجودة والتفوق بالتعليم. لأنه أنا بقدر بقول أنه الجامعة اليسوعية اللي عشت فيها هي حتى ما أقول أرقى الجامعات من أرقى الجامعات في لبنان والشرق الأوسط. نعم صحيح صحيح. أوقات الحدة أوقات والشدة بتكون كرمال يمكن هدف ما في إجابة إذا يعني بشكل مزبوط. ما لأنه الكنيسة الكاثوليكية هي بأساسها كلها من ديمقراطية. الرهبانية اليسوعية ما في عندهم ديمقراطية. إذا بتشوفي مثلا كيف بينتخبوا العمدة كيف دائما بنقوا تنقاية الانتخاب. نعم. عندهم بيكون نوع من البصم. نعم. ميرنا كتابك بينقسم لخمس أقسام إذا مش غلطانة، أقسام مختلفة، لكن حبيت هيك الإهداء يلي كتبتيه كله أحساس. الإهداء أنا لطالما كنت بحلم أنه أترك لمسيت بيني وبين والدتي وما في شيء بيفرقنا رغم البعد الجسدي. هي أكيد الحافز الأساسي اللي خليني أكتب هالكتاب، خلت ألمي ينزف. واليوم أنا حققت الحلم. هيدا إهداء خاص مني لأجمل أم، لأعظم أم. ألف تحية لروحها والله يرحمها سجينة وارديني. الله يرحمها. كمان مقدمة الكتاب كتب لك إياها الوزير ميشيل فرعون، شو بيعني لك؟ معالي الوزير فرعون هو مسؤول عن منطقة الأشرفية وابن منطقة الأشرفية وأنا كمان بنتمي إليها.
لما طلبت منه هالشي رحب فيها وبالعكس شجعني على هالخطوة. ومشكور سلفا معالي الوزير على هالجهد اللي بذله كرمال انجاح هالكتاب، والله يحميه. ميرنا كمان بلاحظ بكتابك في عندك قسم ومضات سياسية، لأي حد بتابع السياسة وليش؟ أنا باخد نقاط بالسياسة، ماني بقعد تابع بالسياسة. بس كتبتهم بكتابة؟ بس كتبتهم إيه بكتابة، لأنه من أحداث صارت من سنة 2005 تأثرت فيه كتير. إجمالا الكاتب أنت بتعرفي كاتبة بيكون عنده من الإحساس المرهف ولو ما هيك ما بيعينوا بيكتب. استشهاد أبطال العظماء العرب يلي الله يرحمه الراحل جبران تويني، الله يرحمه رفيق الحريري وجميع شهداء لبنان، هول كتير أثروا فيي. وكمان بدي أقول بعالم الفن يعني أحد رواد العالم العربي بالفن الراحل منصور الرحباني الله يرحمه. نعم دكتور بروفيسور، الباب الأسود من هو؟ هو بالفعل في بابا واحد، الحب الأعظم هو حتى انت بكتابك مواجهه مع البابا الابيض، خليفه بطرس على عاشوراء، ولكن في كمان البابا الاحمر. البابا الاحمر رئيس الكهنه الرومانيه يلي بيقعد بالبلاس اسباني بوج الفاتيكان. في البابا الاصفر يلي بالصين بيقولوا البابا الاصفر. البابا الاسود هو الجنرال اليسوعي، رئيس الرهبانيه اليسوعيه، قد ما عنده نفوذ يلي كان على يلي عندهم اليسوعيين، عندهم الندب الرابع يلي أساب الحساسيات، هو الولاء المطلق للحب الأعظم البابا الأبيض يعني سيد روما. ولكن كانوا هني على خلاف معه منذ البابا بولس الرابع، يعني منذ إنشاء الرهبانية اليسوعية لحتى اليوم. والخلافات الأكبر كانت مع البابا يوحنا بولس الثاني، يعني تاريخهم كان تاريخ صراع بين البابا الحقيقي والبابا الأسود، يعني بالسياب الكريكي الصداء يلي هو الجنرال اليسوعي بسموه جنرال، يعني القائد العام لسريات عسكرية. هني بينكروا اليسوعيين بكتبهم هالشي هيدا، بس هالشي واضح أصلا. دائما الحرب في سبيل السيد المسيح، جيش المسيح، يعني في تسميات بتدل على طابع عسكري. وبعدين اجت الصرامة تبعهم بكل المجتمعات عطتهم كمان الطابع العسكري يلي هن بينكروا ويلي بعتقد منه مزبوط. نعم لاحظت من خلال كتابك وكأنه عندك أكثر توجه نحو الأشياء السلبية أكثر من الأشياء الإيجابية، بينما العنوان بيقول من الإيمان إلى المعرفة. لا مش سلبية، أنا بدي أقول أنه هن بيقولوا أنه الرهبانية اليسوعية ليست من صنع البشر. أنا ما بوافق أن الرأي أبدا، لأنه أكيد من صنع البشر. شو من صنع مين؟ من صنع الله سامع اسمه. ولكن من ناحية تانية الواحد بيجي بيكتب شغلة بيشوف بيوسي بيبحث بيقرأ مئات الكتب، ما بيقدر يجي يحكي بس على الإيجابيات. نعم. بده يتجرأ يتطرق للسلبيات. وأنا بقول اليوم في رئيس الجامعة اليسوعية اللي أنا ما بعرفه، الأب ولا أنا ما مش عارفه على اسمه، المهم بيقولوا أنه جاي بفكرة إصلاحية. لأنه بيقولوا عن العلمانيين هني جيش الاحتياط اليسوعي. حلنا نطلع نشوف وين مكان من الخلل ونجرب نصلحه. نعطيك فكرة، سنة 1965 كان عدد اليسوعيين بالعالم 30,600 راهب يسوعي. بسنة 2008 نزل العدد 19,126. هالتدني عدد الدعوات يعني صبحوا اليسوعيين بحاجه للعلمانيين. العلمانيين يعني نحن العلمانيين يلي بيحبوا الجامعه يلي عاشوا بالجامعه، بس مش معناتها الالتزام شيء والاستلزام شيء اخر. نعم ميرنا كمان بكتابك عندك افكار فلسفيه مزبوط، بقسم من الفكر الفلسفي تكلمت عن الموطن. اي ليش؟ أول شيء عن الموطن، أنا بقشع الموطن إنه جسد خفي هو نحن ساكنين فيه. موطن اللي هو الوطن،
هو إيه أكيد هو جسد حامل مسراتنا، حامل أتعابنا، حامل همومنا، بينتقل معنا من عصر إلى عصر، من فكر إلى فكر. الوطن هو حامل همومنا ولا نحن حاملين همومهم؟ لا هو حامل همومنا، لأنه قبل ما نجي نحن جسد الوطن، ما من عظمة هبت لتجسد كيانا أو ملجأ لو ما الوطن لما أدركنا موضوع حبنا وشوقنا. هيدي قال جبران خليل جبران. لا. أنا كتير بحبه مثالي. لا أكيد الوطن ولد ولم يولد، نحن ولد يعني نحن غير شيء جوهري، شيء هيولي، شيء من شيء رباني، أكيد هو اللي خلق قبلنا وحامل هالهموم، إن كان من حروب، إن كان من أذى، إن كان من فتن طائفية، إن فتن سياسية، هو كائن أزلي لا يتغير إلا ليتجوهر، أي بنسله المتلازم إلى ما لا نهاية. أهم شيء إنه الوطن هو يحضن أبنائه ويكون ملجأ دافئ وحضن حنون على شعبه، لأنه أي وطن فارغ أو فاضي من هالناس، فاضي من الحب، يعني ما بقى فيه شيء، يعني بلا الحب ما فينا نعيش أصلا. أكيد دكتور كمان، لكن بدنا نرجع نقول إنه كتابك تحت عنوان الآباء اليسوعيون من الإيمان إلى المعرفة، وهذا الكتاب صادر عن دار ألف رابع. أمتي رح يصير توقيع؟ التوقيع اليوم بين الساعة 6 والساعة 8 مساء. نعم، وبتمنى أكثر من المشاهدين اللي كمان هيك أخذوا فكرة اليوم عن كتابك وعن الأشياء اللي بتحب تقولها وعن فكرك بهالكتاب. بس شو اللي هالجمع بين الطب وبين الكتابة؟ أنا تلميذ من مدرسة الحكمي ببيروت، يعني اللغة العربية رح نضطر ننقل على كل حال. أهلا وسهلا فيك، ورح نضطر نكون مع وقفة مباشرة مع الهواء.